ده لو احنا شفنا كده بصوا ورقة، يعني انا مش عاملاها توليق وهي سبحان الله مورقة وجميلة. نبتدي مع بعض عجينة السمبوسة. احنا حطينا هنا 500 جرام من الدقيق، هنضيف عليهم 3 معالق كبيرة من النشا، نص معلقة من الملح، وهنقلب المكونات دي مع بعض. هنضيف هنا 1/4 كوباية من الزيت، ونبدأ ان احنا نبص الخليط ده كده. زي ما انتوا شايفين ما خليتش فيه اي دقيق تشرب كل الزيت اهو. هنبدأ بقى نضيف المية بالتدريج حسب حاجة العجينة. عندي المية دي مية دافية، ممكن تحتاج معانا من كوباية لكوباية ربع. هعجن فيها لمدة 10 دقايق. احنا عجناها هنا قدام فوق عجينة قوية ناعمة، هنبدأ ان احنا نضغط فيها ترتاح نص ساعة. احنا لما العجينة ارتاحت يعني انا مريحت، اتأخرت عليها شوية بس هتبقى زي الفل ان شاء الله. نبدأ ان احنا بس هنقطعها أربع قطع كده اهي متساوية عشان تبقى سهلة التشكيل بقى معانا. وهنبدأ ان احنا نشتغل عليها على طول. العجين بقى الافضل بقى عشان يبين لنا العجينه بتاعتنا ايه ما تكونش شفافه. اي زي يكون في مكعب المنظر ده كده. عندي بقى اي قطعه نبدا ان احنا نقطعها. العجين ده طبعا هنحتاجه، هنجيب بقى ازاي ان احنا نسكنها. اول نوع عندنا الحشوة، ده لحمة مفرومة عملناها بالجبنة الموتزاريلا. الحشوة الثانية جبنة قريش، أي نوع من الأجبان اللي أنت بتحبيها، مع جبنة موزاريلا، مع اللي هي إيه بقدونس أو كزبرة حسب الحاجة يعني حسب التذوق بتاعك.
نجيب حشو اللحمة ونجيب حشو الجبنة. تعالوا بقى نحمرها على النار. هنا عندنا زيت طبعا، هنا سكر، ودي بقى شكل السمبوسة اللي معمولة في البيت، حتى مش باين عليها يعني انها شاربة اي زيت، يعني الحمد لله كده يا رب. اما بتصفيها مش باين معاك انها شاربة اي زيت، الحمد لله. وقرمشة، دي في سخنة حاجة كده فخمة جدا وطعم رائع. ده لو احنا شفنا كده، بصوا ورقة، يعني انا مش عاملاها توبيخ، وهي سبحان الله مورقة وجميلة.